أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الأضحية مستحبة لكل الساكنين في البيت الأب وأولاده حتى لو كانوا قادرين على الأضحية بأنفسهم، أم أنها خاصة لمن تجب عليه نفقتهم؟ لا، إذا ضحى قيم البيت والكبير في البيت عن الجميع فإنها تكفي، هذا هو السنة، ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا اللي في البيت أغنياء لا بأس بذلك. نعم.